السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أول شيء ندعو الله سبحانه وتعالى للتوفيق والسداد، وتمكننا أن نقف اليوم مع شريكنا وشريك النجاح جمعية زهرة، وجود سمو صاحب السمو الملكي الأمير معنا اليوم حقيقة دفع لنا كلنا، وإن شاء الله يعني نبذل جهد ولو بسيط في التوعية لهذا المرض اللي بإذن الله تعالى مع الوعي يقل أثر عليه. شكرا جزيلا You're good.